لا راه طايف في المحطات، راه طايف في المحطات. شكون ريسكي؟ شكون ريسكي؟ ورا العذاب اخويا، ورا العذاب اخويا. ايما جيتي بلاد القمر يا ناري حبك اشنو طاري. انا في عمري 60 سنه وانا متشجع على برا. انا في عمري 60 سنه وانا متشجع على برا. والو شراب والو رقاد معاناس. كل مسؤول العين بس انا على الله اللي خلقنا. انا على الله اللي خلقنا. دلالي. انا مكناسيا. كش في طنجة. كش كان ريسكي. مع الوخش انا غادي نجي سال الله. غير العذاب وكتكرفص وكتطيح من الرموكه من الفوق وعشرة مات من واحد مسكين سميتو رويشه مسكين كان غادي هو يزلق في الشتا كان غادي ورموكه غادي على عرج هذا زلق هو يطيح الله يرحمه زطماش عليه الرويضه وجوج كازا هو تا هما ولاد باه لا تا هما الله يرحمهم ويسع عليهم في هذا النهار هذا تا هما طاحوا من فوق رموكه في القصر الصغير والله ويا ربي تسهل علينا وتسهل على جميع المسلمين والله ماش قدام عيني اش خرجتي انت بهذا السن صغير اخويا راه الوقت اخويا ما لقينا ما يدار اللهم امشيو لريسكو اليوم اش جابوكم اليوم كازا علاش جابوكم؟ ماشي جابوني كازا انا الاول البارح والاول البارح داوني لبني من الليل من طنجه داوني لبني من الليل من بني من الليل كتجي مع واحد تلقيت مع واحد جوج باجده حراقه ما كيعرفوا والو تلقيت معاهم واحد شنو دار عشيرو طلع وطلع شنو عشيرو بقيت جارو شنو دار هو يحبس هو يجرني وانا نطحت جرس من يدي وطحت على وجهي وشنو قالك شنو بنادم سبحان الله شنو كيقولك كيقولك انت هو السبب مشى عشيرو كيقولك انا هو السبب والله يعفو صافي اول مره جيتي المحطه ديال الوزير لا راه طايف في هاد المحطه هادي شحال تقريبا شي 3 شهور في 3 شهور في 5 شهور خويا هاد المحطة خويا راه الله يحفظو صافي كتمشي عند دبر على راسك ما كيدبروش عليك اخوك كيسحبوك اش مكان وهاد شي بنادم تشرد فيا خويا راه الله يحفظو صافي يا ربي تعفو عليهم شحال تبقى تقريبا ديال الوقت في المحطة تبقى حتى بحال شي كاع ما كنعش كاع تبقى فهاد الايام يومين نهار شحال فوق ما كتب الله نمشي بحال طنجة راه كنمشي بحال شي 3 ايام 4 ايام كاع حتى 5 ايام اخويا راه العذاب اخويا الله يعفو عليهم ويسهل عليهم شي غربه الوالدين دابا ديالك عارفين لك هاد عارفين يا ما تيقولوا لي والو الله يسهل عليك هذاك الشيء اللي كاين راه بحال الله يسهل على كل شيء يا سمرة حبك ولا لي جمرة يما جيتي بلاد القمرة يا ناري حبك اشنو طاري بلادي الحقرة معنا فيها سالو العيشة فيها مرة يا ناري حبك اشنو طاري يما جيتي بلاد القمرة يا ناري حبك اشنو طاري يا سمرة حبك والليل جمرة والله معكم اخوتي الله معاكم واللي بغيت احلام واللي باغي انا يمشي للغربة هادشي اللي باغي الغربة عشاني شي حاجة باغي نمشي باش نصوي والديا نجي اللي لقيت نصوفي باش نبقاو فهاد البلاد مقهورين كلشي مقهور بنادم ما كيلقى ما ياكل كيدلع في الزنقه تشمكير والله يعفو على كلشي ويا ربي تسهل علينا بغيت دير معنا شي تود الخير راه مقهورين في هاد البلاد هادي يا ربي تسهل علينا لا بغيتي الله يعفو عليكم اخوتي لا بغيتو تعاونوا معنا اخوتي تعاونوا مع الشباب ديال الزنقه بنادم ما يبقاش يتشمكر راه كل راه كله ظروف عاوتاني والله يعاونكم اخوتي السلام عليكم بالنسبه لي كاب وكمواطن مغربي اللي بغيت نقول هو ان المجتمع كيساعد في الدائره ديال التشرد الاب اولياء هاد الاطفال هادو ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع ولادهم سيرتو دابا الجيل ديال دابا صعيب شويه
وراسيزم فيه شويه ديال التعصب، ما كيبغيش الزمط، ما كيبغيش اللي يتحكم فيهم، والوالدين ما كيعرفوش كيفاش يتصرفوا مع الدراري هادو، كيوقع عليهم الضغط كيخرجوا للشارع. ها هما يا دراري، ها هما قدامي، ها هما راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه خاص المجتمع المغربي يشوف هاد الوليدات هادو، هادو راه هما المستقبل ديال المغرب، راه هما المستقبل ديال البلاد. الا ضاعوا هادو راه ضاع المغرب، ضاع الشباب المغربي، ضاع كل شيء. نداء الاسر والوالدين ديال الدراري هادو اللي عنده شي وليدات يحاول يتقرب ليهم ويتفاهم معاهم ويعرف كيفاش يفهم العقليه ديالهم باش ما يهربوش من الزنقه. راه كيعانيو كيقاسيو، راه كيعانيو العذاب. راه بنادم راه كينعس في الشارع على التروطوار، راه كاين اللي في دار ومغطي وكيحس بالبرد. هاد الوليدات هادو راه كينعسوا في الشارع، كيتفرشوا الارض وكيتغطاو السماء. نداء لجميع السلطات المعنيه بالامر باش تشوف وتنظر في هاد الوليدات هادو. وشكرا. نعيش مشردين، مشردين لا ديور لا والو، لا حياه مزيانه، لا عيشه مزيانه. والدراري مساكن عاود باقيين 14 16 سنه وما عايشين مساكين، تشنكرو وما عندهم لا والدين لا والو، لا خدمه لا ردمه، وقاعد المساكن كيموتوا بالجوع. واللي كيعطوا اللي كيملي كيجوجلوا، انتوا عطاكم الديور ونعطيكم لما تخدموا، ما كان خدمه ولا رد، ما عدت واش الخاويه، ما عطاو حتى لعبه، ما عطاوناش. وحنا قاعدين كنعسو بالزنقه، الشتا علينا والبرد علينا، وما كاينش اللي يشفع فينا غير ربي اللي خلقنا، ما كان حتى حاجه. كنتي ساكن؟ اول مره ولا دابا؟ اول مره كنتي ساكن؟ اول مره حنا ساكنين، حنا الشماليين. شماليين. جيتي هنا لكازا؟ حنا قصر كبير. وقتاش جيتي لكازا؟ دابا غادي راسي ثلاث ايام. علاش جيتي لكازا؟ جينا قلت شي جابتني، ما عندي اللي يخدم عليا. انا في عمري، انا مرا كبيره في عمري 60 سنه، شكون اللي غيعطيني ناكل، شكون غادي يحسن بيا؟ ما عندي حتى واحد. كنتي ساكنه بخير، ما خصك حتى خير. كيفاش كانت الحاجه ديالك في قصر؟ اول مره. اول مره كنا عندنا الاهليه، تفرجوا الاهليه، كل شيء مات. واول مره احنا كنا عكاريين، ولكن عكارين ساكن كرخيص، ما مسالي والد الناس وقعت الدار ديالها مداوها، وانا خرجت على برا. دابا كتعيش في الزنقه الشبر؟ دابا كنعيش في الزنقه الشتا وبرد. كيفاش كيبان لك في هاد الوليدات؟ كيبان لك الوليدات صغار كيضيعوا؟ الدراري الصغار كيضيعوا، كيموتوا مساكن بالجوع، كيضربوهم، كيتكرفصوا عليهم، كيصوتوهم، ما تيقصروش عليهم. وما مساكن ما حصل العوان، ما باش غيخدموا الدراري باقي صغار خارجين متجردين، راه هذا منكر هذا. كاين ولا ما كايناش؟ كاين الحاج. علاش واحد دار فلوس ويجيمو تيقولنا ودابا ودابا نعطيكم الديور؟ دابا نتهلاو فيكم، دابا قايدينتي، كنعطيهم لاكارت ديالنا وكنعطيهم كلشي. عندنا الجمعيات وتا حاجة، مش لا جمعيات ولا والو. أنا في عمري 60 سنة وأنا مترجع على برا. حاجة الرسالة الأخيرة ديالك، شي رسالة للمسؤولين. ها؟ شي رسالة للمسؤولين، الناس اللي مسؤولين عليكم، شي رسالة ليهم. شكون المسؤول علينا؟ مسؤول على الله اللي خلقنا. ما عندناش كاع المسؤول حنا عندنا. حنا متسيحين. ما عندنا حتى شي واحد. والمخزن براسو ما داش فينا، كيجري من المحطة، كنعسو في المحطات كيجري علينا. لا تلقى فور يا الشيفور، اللي بغا شي يكون يكل. كاين الناس اللي كيجيبوا لك الماكلة ما كيعطيني لا ماكلة لا معاونة لا والو. كنطلبوا الحباب اللي في قلب الرحمة، راه كيعطينا انا ديك دريهم، ديك 3 دراهم، ديك 5 دراهم، ديك ريال، ديك 4 دريال، ديك 5 درهم، صافي بيه كنعيشوا. وحنا قاعدين مسخين، ما عندنا فين نصبنو، ما عندنا فين ندوشو لا والو. شحال عندك من عام الحاج؟ انا في عمري 60 سنة. هو راه محقور فوق المغرب، محقور 100% محقور، مع حنا محقور. هاد الشباب مساكن كيضيعوا، كيضيعوا بزاف، كيضيعوا الشباب.